وقفات إنسانية خففت من معاناة المرضى بإقليم سيدي بنور بعد أن استفاد منها سكان المنطقة. أزيد من 1000 شخص استفاد من هذه القافلة الطبية، فضلا عن إجراء 44 عملية جراحية لمن استدعت حالتهم التدخل الجراحي. بشعيب عماري وعبد الرحمن زيان. قافلة طبية حطت الرحال بإقليم سيدي بنور لتقديم خدماتها لفائدة الساكنة. فعلى مستوى الجامعة الترابية والعمران استفادت الساكنة والمناطق المجاورة من خدمات 9 تخصصات، فضلا عن إجراء 44 عملية جراحية بالمستشفى الإقليمي بسيدي بنور. جيت بغيت ندوز على الصحة، على داك الصداع اللي فيا. واش قالوا لك؟ عطوني الدواء. ما خلصتي والو؟ ما خلصت والو، يخلصهم الله. على الفدق وكل شيء داس بارك الله مصاب، كل شيء مزيان، الله يخلف عليكم والله يزازيكم وبارك الله فيكم. القافلة الطبية تندرج ضمن البرنامج السنوي لجمعية أجيال الغد، هدفها تقديم الخدمة الطبية والاستشفائية بالمناطق الهشة. كنحاولوا حنا كمجتمع مدني كنجيو نخدموا شوية، واللي إن شاء الله كنتمناو راه غادي يستافدوا أكثر من 1200 مستفيد، وبالإضافة كياخذوا الدواء مجان. وفي نفس الوقت اللي رحنا هنا فيه هنا في جامعة ولاد عمران عندنا عاوتاني قافلة جراحية اللي كدار دابا في مستشفى الإقليمي تاع سيدي بنور. طاقم طبي وتمريضي من مختلف التخصصات وعلى مدى يومين يستقبلوا من هم في حاجة إلى مثل هذه القوافل الطبية، خاصة وأن المستفيدين غالبيتهم من العالم القروي ومن الفئات الهشة. لقاء تحضيري عقد